أوجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس السيسي اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية. وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها وماكينة العمل تلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها. كما وجه الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة بما يضمن تحسنا نوعيا ملموسا في منظومة التقاضي المصرية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول انعقاد اللقاءات الدورية مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب يأتي في إطار الحرص الشديد من جانب الحكومة على الاستماع لهم كل فيما يخصه من ملفات للتعرف على الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بأهم التحديات والمشكلات التي نواجهها وأولويات التعامل مع هذه التحديات. جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تفقد وزير الخارجية سامح شكري الاستعدادات الأخيرة لعقد انتخابات المصريين في الخارج في سفارة مصر في العاصمة الفرنسية بباريس. جاء ذلك خلال توقف وزير الخارجية في باريس في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في قطاع غزة. وكان وزير الخارجية قد وجه البعثات الدبلوماسية بمناسبة قرب بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. تعقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، ويقوم رئيس الحملة الرسمية المستشار محمود فوزي بعرض آخر مستجدات عمل الحملة وكذلك الخطوات المقبلة.